تصدر الفنان باسم سمرة خلال الساعات الماضية مؤشرات بحث جوجل ومختلف ترندات السوشيال ميديا، وذلك بعد ظهوره في مقطع فيديو وهو يتبرع بمبلغ مالي للهلال الأحمر لدعم فلسطين من داخل لوكيشن فيلمه الجديد كتف قانوني الذي يصوره مع المخرج سامح عبد العزيز. وظهر باسم سمرة في فيديو نشرته الفنانة هالة صدقي عبر حسابها الشخصي بموقع انستجرام، قالت خلاله: طبعا كلنا مش هنوصف اننا زعلانين او متضايقين قد ايه على اللي بيحصل لاخواتنا في فلسطين، لكن ده مش معناه اننا نتوقف عن الشغل، بالعكس هنشتغل ونشتغل ونجيب فلوس ونتبرع، وكلنا نتبرع ولسه هنعمل افلام وهنتبرع، لان مهنتنا مهنة شريفة ومحترمة جدا. ومازح باسم سمرة باقي الفنانين في الفيديو قائلا: اللي مش هيتبرع هظبطه، قبل أن يظهر في الفيديو وهو يخرج 1000 جنيه للتبرع لفلسطين. كما علقت الفنانة هالة صدقي على الفيديو الذي نشرته قائلة: يا ريت في حاجة بإيدينا نقدر نعملها لأهلنا في فلسطين، وأتمنى من كل زملائي في كل الاستوديوهات والمسارح وكل أهلنا التبرع لأهل فلسطين، اشتغل وانقذ اقتصاد بلدك واشتغل وتبرع وساعد أهلنا في فلسطين. وواصلت: لا وقت للحزن والشعارات، للأسف لن تفيد أهلنا في فلسطين السياسة والحلول السياسية لأهلها، ولكن مجرد محاولة للمساعدة حتى ولو بعلبة لبن أو دواء ينقذ طفل، وفخورة ببلدي بالرغم من الوعكة الاقتصادية التي نمر بها، إلا أن 90% من التبرعات من مصر وتحيا مصر. ربما العالم لم يدرك بعد حجم الدمار، ولكن للأسف مهما فعلنا لن نداوي الدمار النفسي الذي لحق بأهلنا في فلسطين. الله يرحمهم ويصبرهم ويقويهم.